من عمان ينضم إلينا عبر سكايب خبير الأمن الغذائي وسفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا دكتور فاضل الزعبي. دعني أبدأ معك وأبدأ من الفجوة التمويلية التي أشرنا إليها. ما الذي غذى اتساع رقعة احتياجات الإغاثة بهذا الشكل؟ شكرا لإثارة هذا الموضوع المهم جدا. هو ثالوث الجوع الذي يتمثل بالأزمات والصراع الموجود في العديد من مناطق العالم، والذي يتمثل أيضا بالتغير المناخي وأثره على الإنتاج وعلى كافة أسواق الغذاء. والسبب الثالث أو الضلع الثالث من أضلاع الجوع هو الركود الاقتصادي الذي أثر على الاستثمار في الزراعة وأثر أيضا على حجم التمويل الممكن لأعمال الإغاثة. لذلك هذه ثلاث عناصر أدت إلى ازدياد أعداد من هم يقعون في حالة انعدام من الأمن الغذائي الشديد، أدت إلى ازدياد من هم بحاجة إلى المساعدة والإغاثة، وأدت بالتالي إلى الضغط على الدول المانحة من أجل أن تزيد من هذه الأرقام. ولا ننسى ارتفاع أسعار الغذاء العالمي أيضا جعل الوصول إلى نفس الأرقام من المستفيدين صعبا في ظل انكماش التمويل المادي. هل هناك بعض المؤشرات دكتور التي يمكن أن تعطينا صورة ربما أقرب إلى ما هو على أرض الواقع؟ يعني عدد هؤلاء الذين ازدياد أعداد هؤلاء الذين هم بحاجة إلى عمليات إغاثة، الفجوة التمويلية بحد ذاتها هل تقدر كم تبلغ؟ نعم، خلينا نتحدث عن أرقام من هم في حالة انعدام الأمن الغذائي الشديد. حسب تقرير منظمة الفاو لعام 20 نهاية عام 2021 وصل الرقم إلى 828 مليون شخص، والآن هذا الرقم في ازدياد بعد أزمة أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء العالمي، مش لا يقل عن أيضا 150 مليون شخص آخرين. إذن إحنا سنلامس المليار شخص في من هم في حالة انعدام الأمن الغذائي الشديد، ولكن أيضا هنالك من هم بحاجة إلى المساعدة في حالات انعدام الأمن الغذائي المتوسط، وهذا طبعا كله حسب تصنيف منظمة الأغذية والزراعة المراحل الخمسة لحالات انعدام الأمن الغذائي الشديد، اللي أشدها وأسوأها هي المجاعة. لذلك هذه الأرقام إذا ما جئنا ننظر مثلا إلى أهم ثلاث دول بحاجة إلى المساعدة اللي هي كينيا وإثيوبيا والصومال، نجد أن هذه الثلاث دول تعداد سكانها يبلغ 2% فقط من سكان العالم، ولكن 70% من الجياع في العالم هم في هذه الدول، 12% ممن يحتاجون إلى المساعدة هم في هذه الدول. هذا لاجتماع عناصر أو أضلاع الجوع الثلاثة في هذه المناطق. هذا نقطة. أما بالنسبة لسؤالك حول الأرقام المطلوبة هي ديناميكية وتتغير من وقت إلى آخر وتصدر حسب كل دولة. لذلك تجد أن نداء الاستغاثة الذي يصدر من اليمن نجد أن هذا الرقم لا يتم تمويل 25% منه، كذلك نداء الاستغاثة لأزمة سوريا ونداء الاستغاثة للأزمات الأخرى في كل دول العالم اللي هي واقعة في حالة انعدام الأمن الغذائي الشديد. دعني أعود، نعم تفضل يعني من الصعب أن أحدد رقما لأن هذا رقم في تغير مستمر. طيب أين المشكلة في آليات عمل تحديدا المنظمات الدولية؟ لماذا كما ذكر لنا بعض القرارات تبقى حبرا على ورق، وأي قرارات؟ حتى نحيط بالصورة بشكل شامل، الأمم المتحدة أيضا تتعرض إلى عراقيل وتحديات كبيرة. هنالك الكثير من المناطق التي لا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إليها لأنها أصبحت هي مستهدفة. العاملين في الإغاثة الإنسانية أصبحوا مستهدفين من قبل الفئات المتطرفة والمسلحة، لذلك وصولهم أصبح صعبا. اثنين، الدول في بعض الدول أصبحت تستهدف وتعرقل أعمال الأمم المتحدة، وهنالك آليات تفتيش تفرض وتعرقل المساعدات وغيره. هذا من جانب. الجانب الآخر جانب التمويل. جانب التمويل يتعلق بالدول المانحة والوضع الاقتصادي لها، وهي التي تقرر كم من المبالغ سوف تضع. لكن إذا نظرنا إلى الأمم المتحدة فإن الأمم المتحدة والعاملين، ليس فقط الأمم المتحدة، العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية من المنظمات الغير حكومية الدولية كافة تقوم بعملها بشكل رائع جدا وإلى أقصى ما تستطيع،
وإذا ما توفرت لها إمكانيات مادية لسد الفجوة في التمويل راح يكون وصولهم مؤثر وفعال أكثر مما هو عليه الآن. إذن هي تتعلق كلها بالتمويل، حتى ارتفاع أسعار الغذاء العالمي يستلزم تمويل إضافي، حتى ارتفاع أسعار المناقلات بفعل ارتفاع أسعار النفط يستلزم تمويل إضافي، وباقي الإشكاليات والتحديات تستطيع الأمم المتحدة التعامل معها. يعني هل دكتور المشكلة فقط بتأمين التمويل أم هناك مشكلة بآليات توزيع هذا التمويل؟ يعني على سبيل المثال الأمم المتحدة ربما تتعامل مع حكومات هذه الدول، معظم المناطق تحديدا مناطق الصراعات، ونتحدث هنا عن المنطقة العربية، لا ثقة في الحكومات، هناك غياب للحوكمة، غياب للشفافية. هل المطلوب آلية عمل جديدة تتبناها الأمم المتحدة، ربما متشددة أكثر خارج ربما مع الحكومات، مع منظمات المجتمع المدني على سبيل المثال؟ أتفق معك 100%، لأنه في بعض الدول وليس كلها يستوجب على المتحدة التعامل في الإغاثة من خلال الجهات الحكومية القائمة، واللي هي بالأساس سبب هذا الوضع المتردي لمواطنيها. وهنا تبدأ الصراع الآخر مع هذه الحكومات، كيفية توزيعها وكيفية إيصالها إلى مستحقيها، وتجد أن الكثير من المستحقين ممن هم خارج سيطرة أو مناطق الدولة تجديهم لا يحصلون على ما يحصل عليه المواطن في المناطق اللي تحت سيطرة الدولة. نعم هذا تحدي، لكن هل تملك الأمم المتحدة أن لا تتعامل مع الدولة؟ راح يكون صعب جدا، لأنه ببساطة راح تلغي الدولة دخول الأمم المتحدة، وراح تمنع دخولهم، وراح تعطل أعمالهم بشكل كامل. فإذا كان الوصول يتم بكفاءة 70% راح يسمح 0%. فهو هذا الواقع الجدلي المفروض، واللي بتتعامل معه الأمم المتحدة وبتحاول من خلاله الوصول إلى ما يمكن الوصول إليه في ظل هذه القيود والشروط اللي تفضلتي فيها. طيب إذا كانت مؤسسات الأمم المتحدة تواجه تحديات بالفعل هي خارج إرادتها، خاصة فيما يتعلق بمناطق الصراعات، وتحديدا عندما يكون هذه المساعدات تخضع للتسييس، ما هي البدائل؟ يعني نحن نتحدث عن تحديات كبيرة قائمة، ما المطلوب ليكون ربما العمل بشكل متوازن مع الأمم المتحدة؟ هل الدول دول المنطقة المقتدرة تقوم بواجبها كما يجب؟ هل التنسيق يجري كما هو مطلوب، يعني ربما على الأقل لدول المنطقة التي هي بحاجة؟ أنا بشكرك على هذا السؤال الرائع جدا، واللي أنا كنت لسه بفكر فيه، أنه إحنا الآن في عنا الدول المانحة نوعين: الدول المانحة التقليدية اللي هي إجمالا مجموعة العشرين، أو خلينا نسميها الاتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان، وعنا الدول المانحة اللي في المنطقة. إذا ما قدر لمراكز الإغاثة في هذه الدول، دعيني أذكر جهود تركيا ومراكز الإغاثة فيها، مركز المدينة الإنسانية في الإمارات، مركز الإغاثة في السعودية، مركز إغاثة في قطر. هذه الدول إذا ما استطاعت أن تنسق جهودها سوية بحيث أن تكون خط موازي للمتحدة، راح يكون عندها مساحات أوسع من الحرية والحركة والوصول إلى المستحقين، لأنها لا تلتزم بالاتفاقيات اللي وقعت عليها المتحدة أن المساعدات والإغاثة يجب أن تكون من خلال الدولة المعتمدة رسميا وإلى آخره. إذا ما استطاعت هذه الدول، جهات الإغاثة الإسلامية وغيرها، أنا يعني ما بدي أسميها كلها، لكن كل هذه الجهات خارج الأمم المتحدة، خارج الدول المانحة التقليدية، إذا ما استطاعت التنسيق وإنشاء مكتب تنسيق لها، راح يكون الفعالية أكثر بكثير مما تقوم به الأمم المتحدة حاليا. يعني نقطة مهمة جدا.